والحاج سامي هو من احد المقاولين المحترمين، واحنا لما اتكلفنا في هذا المشروع لما نوحد جهودنا مع بعض ده بيدينا في الاداء احسن. لكن انتوا شغلكوا تعاقدتوا مع الهيئه الهندسيه ولا الظروف ايه؟ هو تم تكليفنا من سياده اللواء كامل، احنا كنا موجودين في حفر قناه السويس الجديده. فطبعا انتوا من اللي شاركتوا في بناء قناه السويس. الحمد لله، ده فضل من عند ربنا وثقه نعتز بيها من سياده اللواء كامل والهيئه الهندسيه. وتم تكليفنا من سياده اللواء كامل ان احنا نيجي طالما انجزتوا في قناه السويس يبقى تنجزوا ان احنا نيجي نتحد مع بعض، انا واخويا الكبير الحاج يوسف، ان احنا نتعاون مع بعض في تنفيذ كورنيش هضبه الجلاله. كلمني بقى حاج يوسف على المكان اللي احنا فيه. اولا انا التقيت بمجموعه من اخواتنا معظمهم كانوا من الشرقيه، وسمعت الحاج يوسف والحاج سامي، وانا ما اعرفش ان انتوا العمال نفسهم هم بيقولوا احنا نشتغل للصبح طالما بنشتغل مع الحاج يوسف. فقول لي دلوقتي انت الشغل هنا متعب؟ هل هو مجهد بالنسبه للشباب اللي بتشتغل؟ هم مبسوطين؟ انت شايف انه في انجاز بيحصل على الارض ولا مجرد شغل بتعمله وخلاص؟ لا الحمد لله، شرفنا بالزياره سياده الرئيس من 3 شهور، وقابل الشباب بكل حب، ويعني لو اقول لك بقوا يبوسوا ويحضنوا وهو يحضن فيهم شباب العمال، وهم بيشتغلوا هنا الحقيقه عشان احنا عندنا هدف ان احنا خلال مده معينه نفتح الكورنيش، لان المدينه دي مدينه رائعه جدا 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 ان شاء الله. كم مقاولين شايفين انها مدينه رائعه؟ طبعا طبعا، المدينه دي درجه حراره بتقل تقريبا 7 درجات، وما نطلع على الكورنيش الجنوبي ده بيزيد 100 متر عن هنا هيقل حوالي 9 درجات، فهنا الصيف احنا مش حاسين بيه. والصعوبه اللي حضرتك شفتيها في الطريق ده بقى حاجه جميله جدا دلوقتي، لكن احنا كنا بنطلع 150 متر وننزل 150 متر على مدقات، وعندنا اصرار لما الجيش الجميل بتاعنا بيشتغل ليل ونهار وما بيناموش، احنا نعمل ايه عشان بلدنا؟ دي حاجه اتعلمناها من الهيئه العسكريه. الهيئه العسكريه ما فيش حاجه اسمها مستحيل، ده حاجه اتعلمناها وبقت في صميمنا من جوه ومن داخلنا ان احنا عاوزين ننهض ببلدنا. معاكم كم واحد من العمال؟ عايز اقول للمشاهد انه في عماله مع 2 شركاء، بس قد ايه؟ هنا لا يقل عن 250 عامل مباشر. مباشر يعني ايه؟ تبعكم انتوا بس؟ يعني موجودين هنا في الاريا اللي احنا فيها دي. أيوة. الغير مباشر اللي هو بيجيبوا لنا الخامات بالعربيات، يجي يعملوا حاجه ويرجعوا تاني. يعني هيبقوا زيهم برضه. المعدات كمان اللي شغاله بالنسبه للجاك هامر وحفارات اللوادر، الحاجات اللي بنحتاجها في الشغل كمان، دي معدات ثابته. المشروع على بعضه تقريبا عماله قد ايه؟ هو طبعا صعب الاجابه بشكل واضح، لكن انا بتكلم على اللي حضراتكم بتشوفوه وانتوا تقدروا تقيموا ده ك يعني الافات. لا لا لا، يعني ما اقدرش اقول هم كام الف، لكن في الافات في كل المجالات. طبعا كل المجالات. المفترض تخلص شغلكم امتى؟ المفروض امبارح، المفروض على رغبه الرئيس امبارح، ونفسنا ان احنا ربنا يقدرنا كده وربنا يكرمنا ونعمل حاجة تشرفنا وتشرفوا وترفع راس مصر. يوسف في النهاية تقول ايه لشباب مصر؟ اقول للشباب لازم نشتغل ونصحى بدري وننام بدري، واللي عايز يشتغل بيدور على شغل وبيلاقيه، ما عندناش بطالة. ما عندناش بطالة؟ لا. يعني انت بتطلب عمال وما بتلاقيش؟ لا مفيش، احنا عايزين مهندسين، عايزين مشرفين، احنا يعني لسه امبارح انت لسه في احتياج. طبعا طبعا طبعا، عمال ومهندسين ومشرفين. طبعا منا لكم التوفيق. احنا بنحب بلدنا وعاوزين الشباب يحب بلده. اللي هيحب بلده هيخلص في كل شيء بيعمله بيأديه، بلدنا هتقوم ان شاء الله. ان شاء الله بيكو بكل الرجاله دول ان شاء الله.